بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين سبقا تحدثنا ورددنا على الأخ صادق سمرقندي تلميذ الجاهل المتعالم مصطفى العدوي وقلت جاهل متعالم متعالم ليس طعنا فيه انما هذا وصف حقيقي له لان ادنى طالب مبتدئ يعلم ان الرجل يخلط ويخبط في كل القضايا الدينيه ويتكلم فيها بلا علم اصلا هو درس الهندسه وهل تخرج فيها او لا لا ادري وهو يعني التقى ببعض المتطرفين كالوادعي وامثاله وصار يعني يرد على كبار علماء الإسلام ويفر من لقائهم باستمرار لماذا يقول لا أناظر المبتدعة طيب يا أخي أنت المبتدع هم يقول عنك مبتدع كيف يتضح للناس من المبتدع في اللقاء الماضي تحدثنا عن قضية البخاري وردود البخاري على أبي حنيفة الآن يقول لا نتعصب لمذهب واحد كي نجمد بل نتبع ما هو الصواب وما هو الأقرب إلى الكتاب والسنة؟ فهل نتبع الصواب الذي هو أقرب إلى الكتاب والسنة؟ السؤال الذي يطرح نفسه: من الذي يحدد الصواب الذي هو أقرب إلى الكتاب والسنة؟ أنت مثلاً أو يعني نعلم البضاعة محدودة جداً جداً، فأنت لا تصلح للتحديد وإذا كنت تصلح لهذا، فنحن جاهزون. للمناظرة العلنية لبيان النقاش سيكون كله في الكتاب والسنة بلسان قريش أه؟ أدبا وفقها وبلاغة فقه لغة هكذا لنرى وليرى الناس سنعطيك هكذا ارتجالا البيت من امرأة القيس أو من عنترة أو من النابغة الذبياني لتبين للناس هل أنت تفهم لغة العرب التي نزل بها الخطاب نحن مستعدون لهذا في كل وقت وبدون تحضير ها وحضر ما شئت إذاً. أنت لا تصلح لتحديد الصواب شيخك هذا الجاهل أيضا لا يصلح طيب من؟ تقول العلماء جميل جدا العلماء طيب لماذا لا تترك علماء السلف؟ يعني مالك مثلا وأبو حنيفة مثلا ها محمد بن حسن الشيباني إذا قلت نرجع العلماء نتبع الأصوب الأقرب إلى الكتاب والسنة الذي يتبع الأصوب الأقرب إلى كتاب والسنة هو الذي عنده أهليّة الإجتهاد وأنت تفقدها إذا لا يحل لك ذلك ثم سؤال وأرجو أن يكون الجواب صريحا واضحا لا تتعصّب بمذهب واحد يعني أنت الآن ترد على على ابن تيمية مثلا كما ترد على أبي حنيفة هل ترد على ابن عبد الوهاب كما ترد على أبي حنيفة ثبت يا أخي بطلان كلام ابن تيمية وخالف العلماء سلفا وخالف وخالف حتى اللغة في استدلاله على مسألته الشهيرة بتحريم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الزائر سيدنا رسول الله عاصيا يحرم عليه الفطر في رمضان ويحرم عليه قصر الصلاة على مذهب ابن تيمية ها نريد أن نرى ذراعك القوية في الرد على ابن تيمية ابن تيمية يخالف هنا كيف لا ترد عليه وترد فقط على ابي حنيفه لانه مجتهد من ائمه السلف مثلا؟ هل ردت على ابن عبد الوهاب في نواقض الاسلام التي نقض فيها اسلام المسلمين كافه؟ اين ردك؟ اذا لا تتعصبوا لمذهب واحد الا المذهب الوهابي هذا معناه نريد منك تلك الجرأة والموضوعية التي ترد فيها على ابن عثيمين وعلى ابن باز وعلى الالباني لأن هؤلاء ليسوا من السلف. وأنت لن ترد على أئمة السلف. لا نتعصب لمذهب واحد إلا المذهب الوهابي بين هذه من عندي هذه. لا لا لا, لا الوهابية ليست مذهباً اتباع الكتاب والسنة يا سلام. يا لماذا؟ طيب الحنفية أيضا ليست مذهبا إنما اتباع الكتاب والسنة. لا بس أنتم تتبعون أبا حنيفة وأنتم تتبعون ابن عبد الوهاب. وابن عبد الوهاب جاهل وأبو حنيفة إمام عظيم. هذا الفرق الذي يحدد القرب من الكتاب والسنة هم أهل الاجتهاد ولست منهم كما بينا. الإمام الماتريدي رحمه الله وهو من أهل بلادكم. يقول: فهم السابقون يعني السلف هو طبعا من السلف لكن يتكلم عن سلفه فهم السابقون من قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات وفي الأرض وعاشيا وحين تظهرون فهموا وجوب الصلوات الخمس تصور الصلوات الخمس أخذوها من هذه الآية هل عندك تلك الملكة هذه يا بابا عصر الاحتجاج ذهب ذهب آخر واحد هو إبراهيم بن هرمة تقريبا في طبقة الإمام الشافعي في الزمان لم يعد هناك عصر الاحتجاج باللغة ذهب ذهب بإجماع أهل اللغة فالذي يفهم النصوص هذه بلغة العرب وعلى طريقة العرب استقلالا دون نقل أو اعتماد على أي مسابقين ذهب ذهب انتهى. لماذا لا نحتج بكلام المتنبي مثلا؟ وهو فصيح ربما يفوق كثيرا من الشعراء السابقين، او بكلام ابي العلاء المعري، او بابي تمام، لماذا لا نحتج بهؤلاء؟ لماذا؟ لانهم بعد عصر معنى ابو تمام متقدم. ذهب عصر الاحتجاج. الذي يقول هذه الدعوة ونحن نرى خلاف الأئمة في إعراب الواو من قوله تعالى وإنه لفسق كيف يحصل فيها النزاع والخلاف هو في الإعراب فقط الشافعي قال حاليا اختلف الحكم تماما قال الإمام الأعظم رحمه الله إنها استئنافية وحصل اختلاف كبير الباء وامسحوا برؤوسكم كم قولا حصل فيها؟ اربعه اقوال لماذا اختلفوا في اعرابها؟ تتبع الكتاب والسنه او الاقرب للكتاب والسنه لماذا تغالطون يا اخي وخلافنا اصلا في فهم الكتاب والسنه لماذا توهمون الناس بان العلماء يتركون الكتاب والسنه؟ ابو حنيفة يقول ابو ابو حنيفة ماذا فعل ابو حنيفة؟ ترك حديثا لماذا تركه؟ لأنه يعارض آية ما شاء الله ترك كتابه السنة لا ترك خبرا ظنيا يخالف نصا قطعيا اجتهد في هذا ان اصاب له اجران ان اخطأ له اجر واحد انت ترد عليه وانت لا تفهم كلامه اذا كنت تفهم كلامه فناتي لك بكتاب المنار بأي شرح من شروح المنار أوه. على الملأ والتقرأ لنا كتاب كلام أبي حنيفة اتباع الأقرب إلى الكتاب والسنة دعوة عريضة تلقى صدا واسعا عند العام غير المتخصص العام المتخصص الذي يعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم أن الباء فيها ثمانية أقوال وما قيلت عبثاً وانها وان اعراب بسم الله يختلف عليها ومعنى بسم الله يختلف عليها على ثمانيه اقوال وهو لم يبدا بعد بقراءه الفاتحه. يعلم كل طالب علم ان الخلاف لم يكن في العدول عن الكتاب والسنه، انما الخلاف في فهم ذات الكتاب والسنه. ابو حنيفه يرى أن هذه الآية قطعية والآية ثبتت بالتواتر وهذه الآية حتى تنسخ وتزال لابد أن يأتي ما هو أقوى منها أو في قوتها على الأقل فكيف يأتي الضعيف يرفع الكبير هذا هو الاجتهاد ليس الأقرب للكتاب والسنة كفوا عن هذه الأغاليط وخداع العوام تعلمون أن الطالب المتخصص أن العالم يضحك ويهزأ بهذا الكلام واحد مثل البيهقي البيهقي من كبار المحدثين ومن كبار الأئمة ويمضي حياته يبحث عن أدلة للشافعي قال من أجل التعصب متعصب للشافعي لماذا يتعصب للشافعي لماذا لا يقول أتبع الكتاب والسنة وهو عنده أدلة من السنة لم يطلع عليها الشافعي ذاته لماذا؟ لأنه يعلم أن فهم الإمام ثاقب وأنه حجة في اللغة لذلك يرى قوة استدلاله أما حضرتك فأنت تنظر إلى الظاهر مباشرة للحديث بقية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم